أهلا بكم. التقى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين بوفد من مجلس الأعمال المصري الدنماركي. أكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن المنطقة الاقتصادية لديها تعاون مع شركة ميرسك الدنماركية بميناء شرق بورسعيد، كذلك مشروع إنتاج الوقود الأخضر، موضحا جاهزية المنطقة الاقتصادية لتحقيق ما يصبو إليه هذا التعاون. عقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا اجتماعا في إطار المتابعة الدورية لإجراءات قطاع البترول التي تم اتخاذها في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية ومواجهة تداعياتها وتأثيرها على الجانب الذي يتم استرداده من البترول الخام وإمدادات المنتجات البترولية للسوق المصرية. وأكد وزير البترول على استمرار قطاع البترول في تنفيذ الخطط الموضوعة من خلال تكامل منظومة العمل والتي تراقب عن كثب كافة تطورات الأزمة والتحديات، مشيرا إلى أن تكثيف قطاع البترول لإجراءاته في مجال زيادة الإنتاج وتطبيق منظومة التحول الرقمي، بالإضافة إلى مشروعات الترشيد التي يتم تنفيذها داخل شركات قطاع البترول. عقد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير لقاء موسع مع نظيره الأردني يوسف الشمالي لبحث سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية الصناعية والتجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين، وذلك على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف مع الدول العربية الشقيقة. قالت وزارة التجارة والصناعة إن اللقاء أكد على أهمية تعزيز العمل المشترك لتذليل كافة التحديات التي تعترض حركة التبادل التجاري بين البلدين، مشيرة إلى أن مصر والأردن تجمعهما علاقات اقتصادية استراتيجية، وذلك على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف ومن خلال الشراكة الصناعية بين مصر وكل من الأردن والعراق، كذا الشراكة الصناعية التكاملية التي تضم مصر والأردن والإمارات والبحرين. يشهد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الثانية هو اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، مشاركة دولية رفيعة المستوى من قبل المؤثرين بالعمل المناخي ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية ومسؤولي الأمم المتحدة. يعقد المنتدى في 7 سبتمبر الحالي تحت رعاية الرئيس السيسي، يهدف لوضع توصيات وأفكار بناءة حول الأولويات التنموية على مستوى جهود العمل المناخي والتحول الأخضر والتمويل المبتكر والمختلط، لا سيما وأن المنتدى ينعقد قبل 60 يوما فقط من مؤتمر المناخ COP27 المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ. هذا ويشهد المنتدى مناقشات فعالة حول جهود الأمن الغذائي بالتركيز بشكل خاص على قارة إفريقيا. أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بميناء العين السخنة بدء التشغيل التجريبي لمعامل الهيئة. أكد رئيس الهيئة عصام نجار حرص الهيئة على إجراء عمليات الفحص والاختبار المختلفة بدقة وجودة عالية وفي أقل وقت ممكن للتأكد من مطابقة العينات للمواصفات القياسية ومعايير الصحة والسلامة والأمان، مشددا على ضرورة قيام جميع العاملين ببذل المزيد من الجهد من أجل إنهاء العمل بسرعة ودقة عالية. إلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 4.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 684.195 مليار جنيه. على صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 9996 نقطة. كما قفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 2188 نقطة. صعد مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 3138 نقطة.
إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 19.16% للشراء و 19.27% جنيها للبيع. اليورو وصل إلى 19.07% و 19.19% الجنيه الاسترليني 22.05% جنيها 22.19% جنيها. الدرهم الإماراتي 5.21% 5.24% أخيرا الريال السعودي 5.09% 5.12%. أكد بنك الاستثمار الأوروبي عن تقديم قرض بقيمة 300 مليون يورو لدعم أعمال البحث والتطوير في شركة ألمانية التي تعد رابع أكبر مورد للسيارات بألمانيا، وذلك بهدف دعم وتطوير التقنيات المبتكرة للمركبات الخالية من الانبعاثات وتعزيز أهداف قطاع النقل بأوروبا وتسريع التوسع في استخدام المركبات الكهربائية وإزالة الكربون من حركة المرور. نهاية الأخبار الاقتصادية، عودة من جديد إلى أميرة ياسر إليكم. شكرا لك رغدة.